المكتب لدرت وكلها وعودات وكذب، وشفنا الوعودات والكذب اللي حصلت ويا ما نبهنا عليها. ف يعني اخواننا الان انا بعتب على بعض الصفحات، يعني شفتها بقول لك انه احنا ندعم المرشحين التاليه اسماءهم مثلا على المرشحين. يا اخوان سيبونا من الانتخابات، ربنا ينجحهم، ينجح مين ما نجح، لكن احنا خلونا بقضيتنا، قضيه المتعثرين سيبونا من موضوع النواب فيها. قضيتنا قضيه المتعثرين حلها جلاله الملك فقط، هاشمي، الحل هاشمي. نوجه نداءنا لجلالة الملك، نعرف جلالة الملك حفظه الله وجه توجيهات كثيرة لحكومة دولة حكومة الرزاز بحل القضية. أوعد دولة الرزاز في نهاية شهر 3 كان بحل قضية المتعثرين. وين الإيفاء بالعهد؟ شو اللي ماسك إيديك يا أو قلمك يا دولة الرزاز بحل قضية نص الشعب الأردني؟ يا أخوان المتعثرين مش 180,000 ولا 200,000، الرقم فاق، الرقم وصل المليون. جميع أخوي أبو عرفة احنا ما في تجزئة، لكن هذا الوضع اللي حصل نشكر المجلس القضائي، قد يكون هو رؤية للمبالغ الأعلى، لكن بدنا قرار سريع، بدنا قرار سريع لحل القضية، بدنا صدور قرار لحل القضية، حل القضية بناء على توجيهات ملكية وصلت لدولة رئيس الوزراء ومجلس رئيس الوزراء بحل قضية المتعثرين. بعدين يا دولة رئيس الوزراء، إذا ما انحلت قضية المتعثرين ستبقى قضية قائمة إلى أبد، متعثرين بتوالوا بتزايدوا. دكتور هيثم الكركي مساء الخير. مساء الخير على الجميع. فهذه قضية مش لليوم، بعدين القضية هي نتاج عشرات السنين، نتاج سياسات اقتصادية، حكومات على مدى 10-15 سنة، هذا نتاجها تعثر أغلب تجار الأردن. التعثر الحالي، طبعا الكورونا أحد أسباب الآن، لكن شو الحل؟ مصير هذا التجار، مصير المتعثرين، إلى متى ستبقى المتعثرين؟ انتهى أمر الدفاع. سؤال لدولة رئيس الوزراء، أنا بطلع وين أخوي مصطفى، كل الأخوة اللي بيحبوا يطلعوا أهلا وسهلا فيهم، بدعو الجميع أنه يتكلم بقضيتنا، بدعو الجميع يتكلم بقضيته. قضية المتعثرين ليست حكر لا على سامر ولا على محمد، هي قضية للجميع. أخوي مصطفى إذا بتحب تطلع معنا أهلا وسهلا. فأنا سؤالي يا دولة رئيس الوزراء، ستبقى قضية المتعثرين لمتى؟ في حلول وطروحات عندك. قضية ستبقى قائمة، تعثر يوم بعد يوم، إلى متى؟ ليش ما تريح الناس؟ ما تصدروا قرار بحل قضية المتعثرين؟ وبنتكلم عن حل آني وسريع، سنتين وإزالة الربع القانوني. وإذا انشال الربع القانوني، أنا متأكد كل المتعثرين، وهي المتعثرين نتكلم باسمهم جميعا، كل المتعثرين راح تنحل قضيتهم. أي واحد فينا راح يروح على المحكمة عند القاضي يطرح تسويته على مقدرته وعلى شغله، وإن شاء الله وإلك الحق يا دائن إنك تتبع المدين وتتبع العمل وتتبع قديش بيدخل عليه وتثبت ذلك. وإذا أثبت على المدين إنه بيدخل عليه عكس ما هو طارح، إلك حق تسجنه. أخوي أنا قريت تعليقات وليد، بده يطلع مصطفى. أخوي مصطفى بعت لي لك كاميرا إذا معي، يعني كنت بدي أخلص. تفضل يا مصطفى، هاي بعت لك. تفضل يا مصطفى، مستمرين نتكلم. هاي مصطفى أهلا وسهلا بالجميع، يتكلم بقضيته. إحنا أخوان ما زلنا نتكلم بقضيتنا، لكن الفترة الماضية يعني عذرونا صحيا كان في شوية إرباك صحي. هاي بعت لك كاميرا.
ممكن تنتظر او ممكن تطلع وترجع. اخو ياسين برضو بطلعك. مصطفى مساء الخير. مساء الخير والعافية. الله يمسيك يعطيك بالخير انت الصحة وجميع والعافية أخوي متابعينك. مصطفى، مساء الخير عليك. إخواني للتنويه، يعني مصطفى أخونا العزيز، هلا الاسم مصطفى الزيودي وسامر الزيود، احنا مش من عيلة واحدة، حتى ما تكونوا تفكروا احنا بسحاب او احنا فعلا عيلة الزيود اكيد، بس عيلة الزيود بتعرفوا في كثير، في دكتور سامر كل صحيح لا يطلع معك حدا، عيلة الزيوت كبيرة في بني حسن في الشمال في في فلسطين، في سوريا، شرب موجودة الأردن بأكثر من بالعاطة مكان. بالسلط وبسحاب، احنا عيال عم نعم وأهل نعم وكل هلا، الأردن. مساء الخير والعافية مساء الخير أخوي والصفو مصطفى، من الجميع. الله يمسيكم بالخير يا دكتور. مساء الخير. أنا بترك الكاميرا معك، وشو عندك الله يعطيك العافية. حديث ممكن تتحدث. فعلا يا إخوان أنا صوتي كان كثير بقدرش أول أحكي، شيء سرت إلنا عتب عليك، ما بعرف إلنا عتب عليك معليش، يا دكتور أعطونا العذر. إنه قللت من شأن الإشعار. إنه قللت من شأن الإشعار، الإشعار أنا ممتاز جدا، والناس صارت تطلع وتجيب لأولادها خبز، تطعم أولادها خبز، ممتاز، الإشعار ممتاز، وخطوة كانت ممتازة. لا لا، ما انا اخوي مصطفى ما حكيت عن الاشعار، الاشعار كويس، الاشعار حل جزء من القضيه، اعطى فرصه للناس، ولكن احنا ما الحل، احنا الحل بدنا حل الشامل شامل يا اخوي عزيزي، مصطفى، الحل احنا بدنا الشامل حل بإذن للناس، الله قضيه تعالى التعسفين. في المقترحات وحلول من المجلس القضائي الاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنا، ارتفعت لرئاسة الوزراء وهي الآن موجودة في رئاسة الوزراء، ونبتعد عن اللجان ولا مؤاخذ اللجان الكذابة. في عندنا لجان حكومية الآن تدرس الموضوع، لجان حكومية مش لجان فلان وفلان يعمل لجنة ويعمل بطولات كرتونية فاضية. لا يا عزيزي، في لجان. أنا كنت والله رئيس مصطفى يا لجنة اخوي اذا بتذكر هذا الحديث احنا اللي عزيزي، حكيناه زمان، احنا يعني أنا كنت بنعرفك رئيس يا لجنة، تفضل، ولما احنا اللجنة وصلت لباب النفاق والكذب على المتعثرين وقفت، قلت السلام عليكم لحد هون وبس. وأول يوم وثاني يوم وثالث يوم لا اله ورابع الا يوم الله، يشهد الله ما جبت سيرة واحد من اللي كانوا معاي باللجنة. بلشوا بالخيال تبعهم، قلت لهم وقف عندك، الموضوع من كبيركم اللي هو رئيس اللجنة أبو كرم القدوم ياخذ الأوامر من أمريكا. أنتم قاعدين تضحكوا على المتعثرين، بكفي لحد هون وبس. قبل ما أضحك على متعثر أنا بضحك على حالي، سعد مساك قبل ما الله. أضحك على المتعثر أنا متعثر وضحك على حالي. أنا بدي أروح أسد ديني، بدي أخلص رقبتي قبل ما أموت، ما يكون علي ولا قرش دين، بدي أطعم أولادي خبز. إذا بدي أضحك على متعثر على حالي حسبي الله بالقوة. ونعم الوكيل. الآن وخلي كل المتعثرين يسمعوا. وليد الله يمسيك بالخير، هلا بالاصيل. خلي كل المتعثرين يسمعوا. الان في لجان حقيقيه حكوميه رسميه قاعدين يحلوا بقضيه المتعثرين، يحطوا الطروحات والحلول. ومنها كمان يا دكتور الموضوع الحلو، الحلو بالموضوع انه تغيير لوجه الاقتصاد والتجاره بالاردن بشكل عام. في اخطاء في وحكوا انه القانون اعور، نعم القانون اعور، أكيد 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 تفضل. طبعا طبعا يا مصطفى، مصطفى خلينا ننوه بس للشباب يعني حتى يعرفوا، اللجان اللي قاعدة بتحل هي اللجان اللي احنا حكينا عليها من السابق، اللي هي اللجان اللي شكلت من قبل الحكومة، اللجنة اللي كانت من قبل بتوجيهات من جلالة الملك، هذا اللي بيقصده أخوي نعم، مصطفى، تفضل. هي لجان حكومية حقيقية موجودة على أرض الواقع داخل رئاسة الوزراء، اللي تقول له كذاب منك ورا، ارجع أنت وكتابك، ما حدا قدم كتب قدي، وكلها تضع بالدروج، وضحك على الحق وضحك على المتعثرين صدق وأوبر بند. والله ما صدق شبهتها إلا أخي محمود هياجنة، الله يمسيك بالخير عزيز وغالي، ابو جويعت يمسيك بنور النبي. والله انا شبهتها بالسلم، نطلع بالسلم نصل عند الحيه، بنرجع ولنا عند ذيل الحيه، وان محل ما محل ما اشتغلنا اول مره بسبيل. وانا اللي كنت اصور، والله انا اللي كنت اصور وانزل على الفيس وماشي من قلب رب، وندفع من جيابنا على بيان انه هاي الكتب حقيقيه، وللاسف طلعت كلها كذب وضحك على المتعثرين. قبل ما اضحك على المتعثر اللي حاط ثقته فيا انا ضحك. يا اخوان، يعني
خليني اوضح اخوي مصطفى. يعني اخوي مصطفى كلامه هو توضيح واثبات لما كنا نتحدث فيه خلال الثلاث نعم سنوات الماضيه، انه كل هذه اللجان والكتب والركض هذا نعم كله كان كذب، واحنا كنا نعم نقول لكم انه نعم هذا ابعدوا عنه، خليكم ورا قضيتكم. طبعا اثبت الحديث نعم هذا اخونا مصطفى الان، يتكلم بصدق، يتكلم ما حصل، يتكلم اللي بيعرف. وهلا احنا قضيتنا قضية الآن، الحلول الآنية والحالية لا تخدم. أنا يعني من حكم 4 سنوات في الغربة ومعي متعثرين، بديش أقول لكم يعني قد عدد شعر الرأس، الحل الآني لا يخدم كثير من الناس اللي هي قرار المجلس القضائي، لكن نأمل أنه إحنا توجيهات جلالة الملك إلى المجلس الاقتصادي بالتوافقات اللي حصلت، بالحلول اللي وضعت واللي الان تدرس زي ما تكلم اخوي مصطفى، واحنا بنعرف الحديث هذا انها موجوده على الدائره المستطيله للدرس والحل، لكن احنا بدنا نتاجها، بدنا بسرعه تطلع لتحل قضيه شوف المتعثرين، دكتور، لننتهي من قضيه المتعثرين. قضيه الموضوع اللي المتعثرين ممكن يستعجل، اللي يستعجل فيه اللي هو تجميد عقوبات فقط لا غير، تجميد العقوبه باقي لسنتين. الحلول راح تكون جذريه، تحتاج لمجلس نواب، وكما حكى النائب عبد الكريم الدغمي اللي هو مجلس الديكور، تحتاج لمجلس الديكور عشان يحطوا اللمسات عليها، هو ديكور فقط لا غير. احنا جبنا توقيع من 118 نائب، هم على راس عملهم ما عملوا لنا شيء، ومجدناهم ونزلنا. نعم هذا نعم الحديث اللي انا حكيته الان، اذا ما كانت التوجيهات الهم وهم في المجلس انه هذا القرار انتم وقعوا عليه، عسلام لانه هذا محمد، حل جزاك الله قضيه العافية. المتعثرين، احتياج الحل لمجلس النواب، مش راح يصدر من مجلس النواب، يعني نائبك مش راح يطرح حل، الحل راح يجي وهو يوقع عليه، والحل موجود، والحل هو يحتاج بس في قتل توقيعه واصداره من مجلس النواب، هذا اللي بيتكلم عليه. فانت الان لا تركض ورا نائب ولا تحكي مع نائب ولا حتى تقول انت نائبك كمنطقتك انت حر ويجب ان لا تقاطع بس الانتخابات وتنتخب، بدي هذا جاوب شيء اخوي. ثاني، لكن احنا حلنا سيخرج من الحكومه توجيهات ملكيه وهو موجود، ولكن احنا كحل اني زي ما تفضل اخوي مصطفى هي تجميد العقوبات لسنتين، تسويات من غير الربع القانوني اصبحت حل قضيه المتعثرين شامله للجميع. طبعا احنا بنتكلم ما في تجزيء في اخواننا متعثرين بالخارج، يعني مش معقول مبلغ 100,000 الا دينار متعثر و100,000 دينار متعثر، هذا الكلام مش واقعي. احنا هذا اللي بناشد فيه الحكومه انه تشمل الجميع. بدي امسي تفضل اخوي بالخير مصطفى. على اخوي محمود النتشه. محمود النتشه، قد ما كنت ادافع عن اللجنه كنت دائما اصطدم انا وياه، والله وبالله وتالله يا اخ محمود، اني ما كنت ماشي الا بنيه صافيه انه هاي المواضيع انه كانت ماشيه عن جد وانه ماشيين بالحلول. اخوي محمود يعني انا بدي انوه لك، انا حكيت انا واخوي مصطفى وانا بمصر من سنتين وثلاث، واحنا كنا بالحديث هذا، يعني هو بيعرف اخوي مصطفى انا كنا نتحدث بهذا والله يا الحديث. اخ محمود، والله اني كنت ماشي من قلب رب، وانه عبيان الموضوع انه كتب رسميه، لما يجي رئيس عامل حاله رئيس لجنه اللي هو الاخ ابو كرم القدومي الله يسامحه، لما يظلل الناس بيقول لي، قال ليها والله بوجهي، قال لي احنا نكذب الكذبه ونصدقها. قلت له كيف يا رجل نكذب الكذبه ونصدقها؟ ونقول اذا ما هي الكتب كلها كذب. والله العظيم يا اخ سامر ان كنا نطلع والله من مصروف اولادنا، من مصروف اولادنا، وفي شباب كانوا يطلعوا بسياراتهم انه عنده شغل موزع او كذا يترك شغله وقوت اولاده عشان يودينا ويجيبنا، واذا يكون هو انا مصطفى اذا بتذكر نعم انا كنت احكي نعم معك من مصر مصطفى، كنت اقول لك يا مصطفى انا اكثر انسان عرف ابو كرم، لا يعني يا انا ما عزيز، بدي انا اذكر بعرف اسماء المح، الله يصلحه، انا لكن مشكلتي يا انا دكتور ما بعرف المح، وهيهم قاعدين يصيدوا لي بجرائم الكترونيه وانا لها، والله غير كلمه الحق ما بحكي، يعملوا جرائم الكترونيه زي ما بدهم، غير كلمه الحق والله ما احكي. والله مش خوف جرائم، لا يا لا مصطفى يجب، احنا لا يا الان عزيزي، يجب صدر وضع قضيه النقاط على بس. الحروف. انا سمعتها من ابو كرم مباشره، وكنا على غرفه، وكان موجود بالغرفه محمود القطامي، وكان موجود بالغرفه محمد انيس جرادات، وانكروا هذا الكلام وحكوا انه انا ظلمت ابو كرم، يشهد الله ما ظلمته، وتصايحت انا وياه بالغرفه، ويعني حاطني رئيس لجنه عشان ابصم لك. انا شو رئيس لجنه ايش؟ رئيس لجنه مين؟ اضحك على متعثرين، اضحك على حالي قاعد انا، شو رئيس لجنه؟ شو رئيس لجنه؟ الحمد لله ما ضحكنا متعثرين وتكلمنا بالصحيح، حديثي كان بالصحيح من 3 سنوات
يا اخوان لا والله تتبعوا يا هذا فايزة، الكلام وما ناسكم. والله يا فايزة، عفوا يعني من هو أول ما متعلق اكتشفت الموضوع، من بالشخص. أول ما قال لي إنه هاي الكتب واكتشفت إنه هاي الكتب كذب، والله مباشرة، وكان موعدنا يوم الأحد وما رضي يطلعوا معي عشان يضربوا مصداقيتي قدام الناس، وطلعت لحالي يوم الأحد ونزلت المنشور، وبعد ما نزلت المنشور تخيل، بعد ما نزلت المنشور بعشر دقائق أبو كرم يطلع بس هزيل الساعة 5 الصبح عنده عشان مصطفى نزل منشور، وهذا المنشور كشف. والأربع أيام هم وعليكم السلام محمد حمادة، وعليكم السلام جميعا. عندي كامل مكمل، لأنه هاي أمانة، أمانة أمنون عليها المتعثرين، لما أنزل خبر يا إما أكون قده يا إما أكون صح يا إما بلا منه. الآن بالنسبة لموضوع اللجان، كلها لجان لا تسمن ولا تغني من جوع، كلها لجان مناظر ما لها علاقة بشيء. اخوي حسن ابو لبده، حسن ابو لبده، انا باكد لك انه هذا الكلام هو بس كان تلميع وهو دعايه انتخابيه، وحكينا على نعم، الحكي هذا احنا من أنا 3 سنوات. عمار، مساء الخير والعافية. انا بجاوبك على اخوي مصطفى، تفضل الله محمد. يمسيك بالخير يا فايزة. وأنت متابع الموضوع يا فايزة وتعرف منطقتك، السلام عليكم، المواضيع كلياتها. لكن إنه أكون أنا لا سمح الله مظلل، أكون مظلل احنا اخوان للمتعثرين، يعني، هذا شيء راح يكون معيب علي قدام يعني الناس. يسعد مساك اخوي أبو مصطفى. خليل بده يطلع، الله يمسيك بالخير أبو خليل. حاضر ابو قال لي حبيت نبيل، اقوله اخوي يا مصطفى دكتور، بالنسبه تفضل. الان للمقترحات والحلول موجوده ان شاء الله تعالى من لجان حقيقيه، مش لجان كذابيه، لجان حقيقيه على ارض الواقع ومن مسؤولين، وكلهم ما شاء نعم الله. بس ممكن يطول الموضوع لانهم قاعدين يبحثوا عن حلول مساء الخير جذريه، اخوي. الحلول الجذريه ما راح تكون بالساهل او تفضل بسرعه، بدها وقت محمد. لما يخلصوا هاي الحلول، وان شاء الله نسمع اخبار طيبه قريبا جدا، وكلياتنا خلف بعيدا عن إن الاشخاص شاء بعيداً. الله. أبدعت، أبدعت أخوي مصطفى. أختي فايزة، والله بدي أعرف كلام أخوي مصطفى صحيح، وأنا بعرف هذا الكلام من 3 سنوات ونص وأربعة، ونوهت له. الله يمسيكم بالخير، السلام عليكم. إحنا بلاش مش بصدد إحنا بنعرف ولا ما بنعرف، إحنا والله بصدد قضية الآن، بنحكي بحل القضية بس. الله يخليك، مشكور السلام أخوي عليكم. مصطفى. اخواني، اخواني، يعني احنا الان هو محور الحديث، احنا مش بصدد اشخاص، الله يعطي العافيه لكل شخص تكلم بهذه القضيه، ان كان صادق فهو صادق مع ربه، وان كان مش صادق فهو حسابه مع ربه. المتعثرين، انا بطلب من المتعثرين كل واحد، كل واحد يتكلم بقضيته، كل واحد بيمثل قضيته. اخوي له اي قمدح بيقول سؤال من لجنه جديده. هلا فيش لجان يا اخوي، احنا ما مش بصدد لجان يا اخوي. لؤي، مساء الخير عليك ابو مجد، انت صديقي في مصر وبتعرف انه انا ما بتكلم الا الواقع والصحيح. احنا بنحكي بحل القضيه، اللجان هي اللي شكلت من الحكومه اللي قصده مصطفى الزيودي، اللي الان هي تتكلم بحل قضيه المتعثرين. هاي اللجان شكلت من الحكومة لحل قضية المتعثرين، وخرجت بتوافقات، واللي حكى عليها الأستاذ طارق أبو الراغب هذه سابقا، هي التوافقات وهي المطروحة في الحلول. لكن إحنا الآن نتحدث كحل سريع للناس. أخوي أبو عرفة، بالفعل يعني أنا ما بدنا نتكلم بهذا الحديث، إحنا مش بيصطاد الأشخاص، بيصطاد قضيتنا. بطلب من الجميع يرفع صوته، يوصل صوته بحل قضيته، قضية المتعثرين لمتى؟ قضية المتعثرين يا رئيس الوزراء يجب إصدار قرار في ظل أمر الدفاع، تجميد العقوبات سريعا. هذا ما نصبه إليه الآن لحل هذه القضية. أخوي أبو زين محمد جرادات، يعطيك العافية يا أخوي يا محمد جرادات، إحنا مش بصدد لا حديث ولا حل، إحنا حديث أجانبي، إحنا بنتحدث بقضية.